احنا موجودين حيت بغينا المغاربه الامنيه الشامله، بغينا المغاربه يرتاحوا على مستقبلهم ومستقبل وليداتهم. المهم عندنا هي التنميه ولا شيء من غير التنميه. المهم عندنا هي الاسره المغربيه ومستقبلها. وهذه وقتكم وحنا معكم وخدموا بلادكم، وغادي تلقاونا بجنبكم. هذه مرحله جديده ان شاء الله، نبغي نشجعكم باش تكونوا موجودين مع المواطنين. وانا جد فرحان بانه دزنا واحد هذه المرحله ديال ما يسمى بالبيلون. كانت هذا شهر تقريبا حقيقه خلقنا ضباء ونقاش كبير في داخل البلاد وعلى المستوى العالمي. ما عمرنا ما يعني كان بعض رؤساء الحكومه كيجيو كيخطبوا ساعتين وصافي، لو لوندوما ما كيبقى لا اثر. دابا كيديروا ما قبل وما بعد، وبين النقاش موجود. وهذا حزب ديمقراطي، بغينا الديمقراطيه تحط. وباش نقول لكم بانه يعني النتائج ديال هذا العمل اللي قامت بها الحكومه راها جد ايجابيه بالنسبه للمواطنين. كونوا متاحين، جد ايجابيه. اما يعني تشويش ولا هذا شيء عادي في السياسه. لاحظنا بانه بكل صراحه يعني في بعض الاحزاب ديال المعارضه تلموا هذا الشيء كان قوي وعطى نتائج، انه خلق ارتباك كبير عند بعض الاحزاب ديال المعارضه. كاين ارتباك وحنا كنتفرجوا، ولكن هذا لا يعنينا انه الحمد لله الطريق ديالنا راه مسرحه والمسار ديالنا غادي نمشيو فيه، وغادي نكملوا البناء ديال المغرب كما بغى سيدنا الله يصهو، وغادي نتعاونوا مع المغاربه، وداك الشيء اللي في جهدنا غادي نديروه ما غاديش نقصوا. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.